هو صوت الغارات الذي لا يتوقف في هذه الساعة مباشرة إلى الأرض مرة أخرى إلى قطاع غزة. حازم البنا، أنت معي من هناك، الوضع عندك الآن؟ نعم، بالفعل ما يجري هو عمليا انقطاع لخطوط الاتصالات والإنترنت في مناطق واسعة من قطاع غزة، وقد أوردت شركة الاتصالات الفلسطينية بأن الغارات الأخيرة في الساعات الماضية قد ضربت آخر مسارات الاتصالات الدولية بين غزة والعالم الخارجي، وأحدث ضررا كبيرا في شبكات الاتصالات والإنترنت، مضافا إليها تلك الأضرار التي لحقت بعدد كبير من المسارات الفرعية. وبالتالي نحن نتحدث الآن بعد انقطاع كامل لكافة خطوط الاتصالات والإنترنت في غزة. عمليا نحن نتواصل الآن عبر أجهزة تعمل عبر الأقمار الصناعية للتواصل ونقل ما يجري في غزة. الضربات الآن تتكثف في مناطق شمال قطاع غزة وفي مناطق شرق قطاع غزة، حيث الطائرات الإسرائيلية تغير بكثافة على هذه المناطق، وأيضا شهدنا قصفا مدفعيا عنيفا يتركز في مناطق الحدودية لقطاع غزة. ربما الجيش الإسرائيلي يحضر لتوغلات برية محدودة كما رصدنا في الساعات والأيام الماضية، حيث كان فجر اليوم اشتباكات ضارية بعد توغل بري محدود للجيش الإسرائيلي في منطقة وسط قطاع غزة في النصيرات، وأيضا في منطقة الشرق شرق حي الشجاعية، إضافة إلى محاولة إسرائيلية للدخول عبر البحر عبر شواطئ بحر خان يونس جنوب قطاع غزة. وتم عمليا اكتشاف جميع هذه المحاولات من الفصائل المسلحة والكتائب، كتائب القسام هنا في غزة، كما أفادت في بيانات مختلفة، ودارت عمليات اشتباكات واسعة في تلك المناطق. لا يعلم حقيقة ماذا ينوي الجيش الإسرائيلي بعد استهداف ربما هذه الخطوط الاتصالات التي تربط غزة بالعالم الخارجي. هل يحضر لدخولا بريا واسعا أم يريد ضرب أهداف استراتيجية يعتبرها استراتيجية تؤوي مدنيين كمشافي وغيرها؟ ربما لديه اعتقادات معينة في هذا الشأن، ولكن نستطيع أن نقول بأن هناك حالة قلق الآن بين أوساط عدد كبير من المواطنين الذين لا يستطيعون أن يتواصلوا مع ذويهم في غزة، ونحن عمليا كصحفيين يعني مع انقطاع خطوط الإنترنت فقدنا عمليا مصادر المعلومات التي تربطنا بما يجري في مناطق مختلفة من غزة. نعم حازم، طيب مع هذه الوضعية، مع هذا التصعيد الكبير هذا المساء وانقطاع الاتصالات، من نزحوا من شمال القطاع إلى جنوبه كيف يتابعون هذا التصعيد أو كيف يراقبون ما يحصل؟ يعني حقيقة الكل يخشى من تطورات وتسارع الأحداث الميدانية. عمليا كان هناك في الساعات الماضية مؤشرات لقرب التوصل إلى يعني هدنة إنسانية أو وقف لإطلاق النار بعد مباحثات لا علاقة بتحرير رهائن أو ما شابه، ولكن تفاجأنا، الجميع تفاجأ مع انقطاع خطوط الاتصالات والإنترنت. ربما جاء هذا الأمر يعني مفاجئا أو دون قصد إسرائيل، لا ليعلم حقيقة إذا ما كانت إسرائيل تربط بينما هذه الغارة.